الرئيس الراحل باجي قائد السبسي قوي باش يجيبها لميدانه، لا او النهضة كانت خايفة. لا، النهضة في الوقت ذاك كنت أنا نقول المتنفذين في النهضة، لأنه في الوقت ذاك بداية ثم خلاف على الخط السياسي، والخط السياسي ما كانش متعلق بالتوافق وإنما بطريقة الإدارة نتاعو. بدأ لي ثم واحد أنه مع وجود في السلطة أيا كان الثمن، مع ربما حتى ولو كان الثمن هو إفراغ العملية السياسية من مضمونها البرامج وغيره، مقابل أنه من ثم سياسة أخرى مع التوافق كل شيء، لكن على أساس برنامج وعلى أساس شراكة متوازنة. ثم جزء من العقل السياسي في النهضة ساعتها كان مسكون بالخوف، مسكون بإمكانية أنه يحدث في تونس ما حدث في مصر، وبطبيعة الحال هذا قراءة خاطئة استراتيجية.